السلام عليكم، مرحبا بكم وصباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتكونوا بصحة جيدة. اول حاجة غادي نبدا بها اليوم هو غادي نجمع الصالون. بطبيعة الحال اليوم غادي نجمع الصالون، الكوزينة، الحمام. المهم غادي نشارك معكم روتين ديال الشقة ديالي اصلا، وكيفاش نخلي الدار نقية وكيفاش نحافظ عليها، يعني لا في الكوزينه لا الصالون. المهم الحمام، بزاف الناس كانوا كيقولوا واش كما كيغمال فيك داكشي اللي كتحطيه في الحمام، المهم بزاف بزاف ديال الاسئله. ان شاء الله نقدر نجاوبكم عليهم كاملين، غنوريكم الفران، المهم داكشي كاع اللي تقريبا سولتوني عليه. غنجاوبكم على الفيلا في اخر الفيديو ونوريكم الارباح الخطيره والهائله ديال يوتيوب. هادشي اللي كاين. المهم البنات، جمعت الصالون كيما شفتوا معايا. صباح تي صبحوا لي المخدم اليوحين وداكشي مع صغيورين، فيما بغينا نجلسو تنطوعو داك المخدات وصباح كلشي كيصبح مشقلب مسكين. هاد البرودوي هذا خاص بالزاج. البنات هادي اللي فوق الطابله يعني اكيد غادي تسولوني، هذا راه غير جيرفليكس اللي كنديروه في الارض، مقطعينو دايرينو فوق الطابله، تيهنينا الصراحه من الزاج بعد مرات كيطلع لينا في الراس. مهم وحتى قوه المسيح، وهذا صراحه تيجي زوين، داير بحال شكل ديال الرخام وصافي. وكنرش على هاد الزاجات اللي هنايا في الكونات، ضروري يوميا كدوز عليهم نيشيفونه لحقاش كيكونوا مسخين، فيهم الغبره كتدخل من الشرجم بواحد الطريقه لا تصدق، كاملين عصير فيهم واحد الغبره كتكون واخا تمسحيهم كل نهار غادي تلقاي الغبره بحال عمرك ما مسحتيها. المهم انا بعدا كتدخل ليا الغبره بزاف من الشرجم، ما عرفتش علاش صافي البنات. مهم زوين هذا اللي كنمسح به الزاج، كناخذو من بيم. انتم البنات شوفوا الغبره، هادشي راه كل نهار تيدوز عليهم يعني الشيفونه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، خاصنا ضروري كل نهار نشقى وندوز على البلينسات هكا، ما نساوهمش، ماشي نبقاو غير نشطبو وندوزو جفاف ونمشيو، ما عمرنا الدار غادي يعني غادي تكون نقيه، كتبقى تزاد نهار على نهار، ونهار اللي تيتجمع لك كل شيء كتجي تسقاي كتلقاي راسك واحله يعني داخله في واحد المعمعه ما غاديش تخرجي منها. صافي هنا دازت باش نشطب يعني الزربيه. كما قلت لكم البنات خاصكم كل نهار كل نهار يعني تدوزوا واحد الدوزه اللي تكون بعقلها باش تبقى لكم، يعني ملي كتشقوا كل نهار يعني شقه زوين كتبقى لكم الدار دائما نقيه، يعني ولو تدوزوا على كل شيء من هنا من هنا من هنا منه كيبقى لكم داك الشيء نقي، ماشي زعما كتضربوا تماره ولا شي حاجه. الخيبه هي اللي تجمع لكم كل شيء، وكل شيء تيبان موسخ، كل شيء كتبان ريحته ماشي تلهيه، يعني تما فين الواحد صراحه تيتكرفص. مي الا كنتي كدوزي كل نهار، انا شوفوا عندي الوليدات واخا ما كاينينش معايا دابا مساكن، وعندي الزربيه في هذا اللون، عندي استدر يعني طلامط وهذا في هذا اللون، ولكن عادي انا بعدا ما لاقياش مشكل، كيتوسخوا من الواحد الوقت لواحد الوقت يعني صافي خاص كيتصبنيهم هذا. والاغلبيه استدر ما تيتلمعوش لي انا بالمرقه ولا شي حاجه، ولا يعني غير الغبره صافي تتولي انت عارفاهم انهم راه توسخوا راهم مغبرين، وداكشي اللي تيدخل من الشرجم ضروري كتكوني خاصك تحيديهم. وصافي البنات انايا كملت الزربيه، صافي كنشطب حتى هنايا يعني في هاد الجيرفليكس. زوينه البنات هذا راه ماشي عود ولا شي حاجه بنات اللي كيسولوا، صراحه صدق لي زوين شحال هو عندي. عادي تنجفو ماشي تنخوي الماء، بطبيعه الحال ما كايناش القرقاره، زعما عادي تنجفو، واخا الجفاف ندير فيه جافيل ولا شي حاجه عادي تنحكو بواحد الشيته، حيت هذا اللي عندي انا هنا في الارض حرش ماشي هذوك الملسين اللي تيكونوا تيزلقوا، هذا فهمتي بحال فيه واحد الحروشيه، يعني تنسيق انا دائما في حركه، تندير الشطابه ندير فيها التيد وهذا صافي، من بعد كندوز الجفاف وصافي. البنات هكا الصالون انا راني مكملاه، راه هو نقي يوميا، يعني خاص الصالون يكون بحال هكا، دوك اللعيبات مره نديرهم مره نحيدهم، وكل مره كتبقاي تقلبي وتقلبي كل مره شنو كديري وصافي.
المهم هو كل شيء خاصو يكون مقاد، كل شيء يكون ممسوح، كل شيء يكون نقي باش الانسان صراحة تيرتاح. يعني وسط الدار نقية وكل شيء ممسوح ما كايناش الغبرة، كتكون الانسان كيقدر يعيش، كيقدر يدير شحال من حاجة. ماشي الواحد تيبقى عايش وسط الغبرة وهاديك شي شوية صراحة صعيبة. انا من تنشقى كنحس بواحد الراحة ما نقولش لكم كي دايره. البنات دوك اللعيبات حيدتهم من تما، ما جاوش صراحة، ما قلت لكم مرة كنديرو مرة كنحيدو، ما انا وراسي صافي. البنات الصالون كملتو، دزت الكوزينة. الكوزينة درت المعنات يعني يتغسلو هنايا في الغسالة ديال الماعون، صراحة كتهنيني وكتنفعني. ماشي ما كنغسلش نهائيا الماعون بيديا، نتوما غتشوفو واحد القشلة غاسلها بيديا واخا هي تتغسل، ولكن كتهنيك من داكشي الصغيور، كيسان لي فورشات وداكشي كامل، ما لقات اي حاجه كتهنيك منهم، خصوصا الطباصل والمعلقات وداكشي كامل. وهادو انا غسلتهم، القصريه تيرموميكس الجميله وداكشي غسلتهم بيديا. وبيني وبينكم ما كنبغيش ندير تيرموميكس في الغساله، كنخاف نحتاجه على الغفله ونلقاه مخشي تما في داك الماكينه، ما جا مخرج بقيت تسني حتى يسكت يعني تالي الوقت عاد باش. بالنسبه للمعنى البنات قلت لكم هاد الاواني اللي كتحكوهم بالزيكس، دائما البنات من تكونوا كطيبوا مثلا في الكوكوط ولا في المقراج ولا في اي حاجه يعني كتكونوا كتستعملوهم، من تحطوهم يكون عندكم الزيكس دائما، فاش تغسلوهم دوزوا عليهم الزيكس يوميا، يعني فيما تخدموا بهم ما عمرهم كيتجلخوا كيوليو ملقين، وخاصكم تجبدوهم كاملين باش تبقاو تحكوا واحد 3 السوايع والحال نتوما كتحكوا في داك القشوع اللي عندكم. من الاحسن يوميا يدوز عليهم الزيكس، كيبقاو دائما تيشالو كيبريو. هنا المعنى راه تيرجعوا داك الشيء كيرجع بوحدو لبلاصتو. دزت البنات هنايا غديوه، درت انا غير الحمص، درت الحمص هكا قرت عليه البصله مطيشه هكاك الربيع، ودرت العطريه بطبيعه الحال اللي كنديرو، وزويته صافي. وخليت خليتهم هي كيتشحر واحد شويه، وغادي نبللهم ونخليهم يطيبوا وصافي. هكا انا مسحت الثلاجه، مسحت الفران، المهم قديت كل شيء الكوزينه، كنرتاح من كنشوفه بحال هكا تكون نقيه، الفران يكون نقي، كل شيء يكون نقي. بالمناسبه هذا هو الفران اللي عندي، عندي بوش، دائما البنات كيسولوني عليه، هو هذا اللي كتشوفوني يعني كنطيب فيه دائما. نتمنى ان شاء الله البنات اللي كانوا كيسولوني يشوفوه. صافي هكا لا كل شيء نقي، مسحت البلاكارات، مسحت التحت ديال البلاكار، الماكينه تندوز عليها لا ديال الحوايج ولا ديال الماعن، الثلاجه كلهم تندوز عليهم بواحد الشيفونه، يعني واحد الدوزه خفيفه كما قلت لكم يوميا الانسان كيدوز باش كيرتاح. هنا راني راه الحمص طاب وسالا وصافي. غادي نحط بطبيعه الحال هاد الشيء، راه هاد الماكله ما حطيتها حتى ساليت الدار كامله، يعني الحمام الصالون كل شيء. ولو دابا غادي نبان لكم راني حطيت الغذاء، وغيبان لكم الحمام عاد باش غادي ندخل نظفو. مي راه هاد الشيء حتى ساليت بطبيعه الحال، عرفتوا الماكله حتى كتسالي كل شيء كتجلسوا تاكلوا. وهنا هاد برودوي هذا اللي وريتكم دابا تنرشو على روبينيات، ممكن نرشو على كاينه في لافابو في كل شيء، كنخليه غير واحد شويه حتى هو خديته البنات من بين، وصافي الروبينيات كيوليو كيشعلوا. المهم انتم غادي تشوفوا البنات هذا الروبيني هذا اللي كيبان لكم زوين وصدق هو هذا، كاين ما تيخسرش. مي هذا اللي عندي هنايا فين تنغسلو وجهنا ويدينا خايب صدق، ماشي الله يعمرها دار. وصافي البنات هكا كندير هاد الليكات، هادو تا هما صراحه زوينين. المهم انا خديتهم ما بقيتش كنستعملهم نهائيا للماعن، كنت خديتهم زعما نغسل بهم الماعن، ما قدرتش، ما الماعن كتبغي تحكمي فيهم، انا كتهزي شي كاس كتخافيه يطيح ولا شي حاجه. المهم ما والمونيش، ما جاونيش على الكانه. بالنسبه للماعن درتهم هكا لافابو هذا، المهم خاصين يعني غير بالطواليط كنغسل بهم هادشي وصافي، خصوصا انني كنستعمل هذوك لي برودوي اللي كيكونوا شي شويه قاصحين يعني على الايد، يعني يقدروا يضروك يديروا لك الكزيما ولا يديروا لك شي حاجه. المهم ماشي صحيين راكم عارفين.
وصافي داكشي علاش كنخدم بيهم. دابا راني دايره غير وحده، ما تنخدم بيهم بجوج، الاخرى الصراحه ما عرفتش فين توضرات. وصافي راني حكيت او تاني يعني التواليت كامله، الدوش، كل شيء. شوفوا الروبيني كيفاش رجع كيبري. وصافي مسحت الارضيه، غسلت كل شيء. صافي دابا بقى ليا غير نرجع داكشي لبلاصتو. كيما شفتوها دابا راه كتصفر، خويت منها كل شيء. فاش كنبغي نغسلها كنخرج داكشي كامل كنحطه على برا، وعاده كنبدا باش كن يعني نغسلها على راحتي. وصافي كنصور لكم دابا. صافي راه ممسوحه الارضيه، كل شيء غيبدا داكشي كيرجع بوحدو. كيما غتشوفوا دابا انا راه عندي داكشي تيرجع بوحدو لبلاصتو، ما كنحتاجش نرجعو. معلمهم شفتو انتم الفوطات كيتحطو غير بوحدهم، كلشي كيتحط بوحدو. صافي شوف شفتو هداك الشيء كيرجع غير بوحديتو لبلاصتو، مربياهم انا. وصافي كيما شفتو انا كندير الفراشات يعني اللي كيكونوا هنايا في الحمام، وريضات بطبيعة الحال باش يولي الحمام زوين وكيشهي. كنحمق على الوريضات انا، فيما الدور تلقاوني حاطه شي شويه ديال الورد هنا وشويه هنا وشويه هنا. المهم داكشي كيعجبني انا، كنحمق عليه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صراحه كما قلت لكم راه مين كتسيقوا ولا تتمسحوا شي حاجه تحسوا بواحد الراحه نفسيه كتنزل عليكم، ما نقولش لكم البنات. حطيت الفوطات هنايا، المهم حطيت كاع داكشي اللي عندي. مابقا نقول لكم هادي وهادي وهادي، راكم كتشوفوا. المهم اي حاجه عندكم كتمسحوها كتغسلوها كتقادوها. هذا هو الروبيني اللي محملتوش، وشوفوا كيفاش ولا نهار اللي شريناه من عند مولاه. شوف شحال من عام دابا، قال كي الصدار رجعوه ليا ولا خسر، خصنا نرجعوه ليه الصراحه. وصافي هنا الزاج هذا هو كنمسحو بداك البرودوي اللي خاص بالزاج. وصافي نسيت واحد اللعيبه هنا كنحط فيها الكلينكس، نسيتها، البابي تواليت نسيتها، ما حطيتهاش وهي تحط بوحدها. دابا غتسمعني وغادي تجي، شفتيها هي جات. وصافي البنات هذا هو، هذا هو النهايه. هذه واحد واحد البالكون كان هنايا يعني على بيت الناس، وسديناه ورديت فيه واحد البلاكارات. شوفوا البنات، ما بغيت نشارك معكم هذه تشوفوها. البلاكارات هادو فيهم حوايج ديال ولادي كاملين، وهنايا كاينين الصبابط، هادو شريتهم من بيم اللي عقلتو عليهم. زوينين صراحه، تينفعوا. وهاد البلاصه كانت ما مستغلاش يعني غير بالكم، غير عاديه. شوفوا دابا راه استغلناها ولات زوينه.